بات منتخب كولومبيا لكرة القدم أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة بعد فوزه على منتخب الباراغواي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. المزيد في التقرير التالي. ضمن المنتخب الكولومبي التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بعد أن تغلب على منافسه الباراغواي بهدفين مقابل هدف وحيد. المنتخب الكولومبي افتتح التسجيل عبر مهاجمه كارلوس باكا في الدقيقة 12 قبل أن يضيف جيمس روديغيز الهدف الثاني في الدقيقة 30. ونجح فيكتور من تقليص الفريق في الدقيقة 71، لكن مساعي باراغواي في التعديل باءت بالفشل لتصبح كولومبيا أول فريق يتأهل إلى دور الثمانية من البطولة. وفي لقاء آخر عاد المنتخب المضيف أماله في مرافقة كولومبيا إلى الدور الثاني بعد سحقه للمنتخب الكوستاريكي بأربعة أهداف دون رد. وافتتح ديمبسي التسجيل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وأضاف جونيس الهدف في الثاني في الدقيقة 37. وقبل نهاية الشوط الأول نجح بوبيوت من تسجيل الهدف الثالث. وفي الدقيقة 87 اختتم أصحاب الأرض النتيجة بتسجيلهم الهدف الرابع عبر جراهام روسي ليرفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى. وفي مباراة اليوم ستحاول البرازيل تعويض خيبة لقاء الافتتاح وتعويض تعادلها أمام الإكوادور دور عندما يواجه فريق المدرب دونغا منتخب هايتي في لقاء سيعتبر بداية العودة للطريق الصحيح لراقصي السامبا، في حين تنتظر بيرو تسجيل فوز جديد يضمن لها لقاء التأهل إلى الدور الثاني عندما تواجه الإكوادور الباحثة أيضا عن تحقيق أول فوز لها في البطولة. أعلن الاتحاد الأوروبي عن التشكيلة التاريخية التي اختارها الجمهور لأفضل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة عبر تاريخها. التفاصيل في التقرير التالي. بعد مشاركة أكثر من 3.5 مليون مشارك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن التشكيلة التي اختارها الجمهور لأفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ البطولة. وضمت التشكيلة اللاعبين بوفون في حراسة المرمى، ومالديني وبيكنباور وبيول وفيليب لام في الدفاع، ونيستا وبيرلو وزيدان في خط الوسط، وحلا تيري هنري وفان باستن وكريستيانو رونالدو في المقدمة. ومن جهة أخرى أعلن عن أصغر وأكبر لاعب يشاركون في اليورو، وأطول وأقصر لاعب، وأكبر المنتخبات عمرا وأصغرها. ويعد لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد والذي يبلغ من العمر 18 عاما وثمانية شهور أصغر لاعب في البطولة. يليه اللاعب البرتغالي المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني ريناتو سانشيز. بالمقابل فأكبر لاعب في البطولة هو حارس المنتخب المجري غابور كيراتي البالغ من العمر 40 عاما وشهرين، ويليه حارس جمهورية إيرلندا شاي جيفن الذي يصغر كيراتي ب19 يوما فقط، في حين يأتي أسطورة إيطاليا جيان لويجي بوفون ثالثا في قائمة أكبر اللاعبين ويبلغ من العمر 38 عاما وخمسة أشهر. أما أطول لاعب في البطولة فهو حارس رومانيا كوستيل بانتيلمون الذي يبلغ طوله 1.03 متر، ويليه حارس إنجلترا الاحتياطي فريزر فروستر وطوله 1.01 متر. بالمقابل فأقصر لاعب في البطولة هو جناح المنتخب الإيطالي لورينزو إنسيني والذي يبلغ طوله 1.63 متر. ويذكر أن المنتخب الإنجليزي يملك أصغر معدل أعمار في البطولة والذي يبلغ 25.39 عاما، وأكبر منتخبات البطولة هو منتخب جمهورية إيرلندا بمعدل 29.3 عاما.